يا زوزو؟ يلا بيا. مبسوطة؟ بابا بابا. ايه يا حبيبة قلبي؟ بصح انت بتحبني يا بابا؟ ايوه يا حبيبتي بحبك. بصح يا بابا لما بطلب حاجة انت بتجيبها لي؟ طبعا، انت اي حاجة تشاور عليها جبالك على طول يا غازة. شكرا يا بابا. بابا ايه يا حبيبة قلبي؟ انا عايزة اندوم. عايزة ايه؟ اندوم. احنا اتفقنا قلنا ايه؟ اندومي لا، وماما قالت لك ان اندومي وحش. وانا سمعت الايام اللي فاتت اللي فيه اشاعات عن الاندومي اللي هو وحش. يوه بس انا عايزه اندوم. مش هينفع ازعل منك كده. لا يا بابا انا عايزه اندوم. اسمعي الكلام. بابا انا مش هروح عند تيتا وعايزه اجيب اندوم، ومش همشي من غير لما تجيب لي اندوم. ازاي يعني؟ لا تيجي معايا. لا انا عايزه اندوم. ايه يا ام امنيه؟ ايوه ازاي حضرتك يا استاذ محمد؟ ينفع المشاكل اللي انت عاملاها لي دي؟ معلش يا استاذ محمد والله، بس الاندومي نضيف وما حدش اشتكى مني، ده انا باكل منه انا واولادي. انا سمعت اشاعات عن الاندومي، وانا هستنى لما بنتي يحصل لها حاجه. يا استاذ محمد دي اشاعات وكلها شركات بتضارب بعض. لو سمحتي غير الاندومي عشان انت عملتي لي مشكله دلوقتي، شبطتيلي بنتي في الاندومي. طيب حاضر، بس اخلص الكميه اللي عندي، وبعدين انا ما صدقت الاندومي مش بيعمل يعني زباله حواليا وكده. لو سمحتي انا هرجع ملاقيش الاندومي هنا. يلا بينا يا غزه. لا يا بابا انا عايزه اندوم. مش ماما قالت لك الاندومي وحش؟ بابا بس انا عايزه اندوم. انا خايف عليكي. بابا انا هروح اقول لماما تجيب لي اندوم. تقولي لماما طب اطلعي فوق. يلا ماشي هروح اقول لها. طب اطلعي. واتجد شفتي انت بوظتي لي اليوم اهو. لو سمحتي ارجع ملاقيش الاندومي هنا. حاضر 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 يا زلمه. بيع اي حاجه تانية غير الاندومي، احنا سمحنا لك اللي انت تبيعي، بس بيع حاجه تانية غير الاندومي. حاضر والله انا هحاول، والله هحاول اغير. انا مش هستنى لما بنتي يحصل لها حاجه. انا اسفه. حاضر حاضر اللي انت عايزه. حاضر. مكة. نعم يا امنيه. تعرفي ماما فتحت قدام دخلت العماره اندومي جميل قوي، تعالي ادوقه لك. تعالي. لا يا امنيه انا ما بحبش الاندومي دوت، ده في اندومي اسمه ندل ذكوري حلو قوي يا امنيه، وماما قالت لي على الاندومي العادي دوت اللي هو بيعمل حاجات وحشه، وانا بحب اسمع كلام ماما وبابا. مفيش فرق يا مكه، هما الاثنين شبه بعض، الفرق الاسم بس. لا يا امنيه اندومي ندل ذكوري ده حلو قوي، وانا بسمع كلام ماما وبابا. براحتك يا مكه، بس ماما بتعمله جميل قوي، وتعرفي انا وماما بناكل منه مفيش اي حاجه بتحصل لنا، وانا كويسه وزي الفل اهو. لا يا امنيه انت عارفه لو ما اكلتيش الاندومي النودل ذكوري دوت بصي هيفوتك نص عمرك يا امنيه. لا يا مكه انت لو ما اكلتيش الاندومي بتاع ماما اللي بتعمله حلو هيفوتك عمرك كله. لا يا امنيه الاندومي النودل ذكوري ده حلو قوي يا امنيه، اسمعي كلامي تعالي معايا. تعالي. لا يا مكه براحتك، انا بحب الاندومي بتاع ماما. براحتك يا امنيه. يا هند. نعم يا تنتم امنية. ايه رأيك يا هند بقى لو اعمل لك اندومي كده من ايديا تدوقيه؟ ده انا بعمله احلى حد في الدنيا كلها بعمله. معلش يا تنتم امنية انا ما باكلش الاندومي. ده انا بعمله جميل قوي، ده انا حتى باكل منه انا وامنية. انا ما باكلش الاندومي وانا ما بحبش ازعل كلام ماما وبابا. ماشي يا هند خلاص، بس انا بعمله جميل والله يا هند. انا رايحة اشتري حاجات حلوة، انا مش بزعل ماما وبابا مني. خلاص يا هند اللي انت عايزاه، روحي يا حبيبتي. ماشي يا تنتم امنية. ازيك يا ماما؟ ازيك يا امنيه يا حبيبتي، عملتي ايه في الدرس؟ الحمد لله يا ماما. الحمد لله. بعتي كويس النهارده؟ ما بعتش ولا اي حاجه خالص يا امنيه. ليه يا ماما؟ عرفت اكيد سكان العماره رفضوا انك تفتحي الاندومي قدام دخلت العماره صح؟ يا حبيبتي هما مش اعتراضهم ان انا افتح، هما اعتراضهم ان انا فتحت اندومي، هما مش حابين الاندومي خالص. ليه؟ ما هما معرفش ورافضين ياكلوا ولادهم، بيقولوا ان في حاجات وحشه. مقرر كده؟ ايوه كل السكان كده. تعرفي يا ماما صاحبتي مكه برضو قالت لي كده، عيني بقول لها على فكره انا وماما بناكله منه وهي مش مصدقاني. يا ماما يا بنتي ده انا اي حد نزل من سكان العماره بمسك كوبايه الاندومي باكلها قدامه بقول له حلوه انا باكلها، يقول لي لا برضو وحشه. تعرفي يا ماما ايه يا امنيه؟ انا ممكن اخليكي تبيعي الاندومي ده كله. طب ازاي بقى؟ بصي يا ماما في حاجه جديده طالعه اسمها نودل ذكوري. اسمها ايه؟ نودل ذكوري. نودل ذكوري. احنا نحول الاندومي ده بقى كده هو النودل ذكوري. طب ازاي بقى؟ تعالي اقول لك يا ماما، تعالي معايا. طب تعالي حبيبتي.
هو ايه الموضوع ده بقى؟ احنا جبنا نودلز كوري. نودلز كوري جميل قوي بجد والله. اه والله بالكاتشب والمايونيز تحفه. الله هو ده بقى يا غزل. ماشي يا بابا. ايه يا حبيبتي؟ انا عايز اقول لك على حاجه بس ما تقولش لماما. قولي يا حبيبتي. الصراحه اكل ماما وحش. اكل ماما وحش؟ اه يا بابا. بصراحه هو وحش. ايوه يا بابا. بابا إيه بابا كل يوم يا بابا عادي اكل اندومي؟ اه النودلز الكوري ده عادي تاكلي منه. جميل جميل قوي. غير الاندومي التاني، الاندومي التاني وحش. ماشي يا بابا. يعني انت مبسوط كده يا استاذ محمد؟ مبسوط قوي. طب الحمد لله. عايزين بقى سنين الاندومي من عينيا. حاضر نقعد هنا اهو. حاضر يا زوز. مين حبيب بابا؟ انتوا كنتوا بتغنوا بتقولوا ايه؟ خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد. شفتي بقى مش عايز ازعلك اهو. شكرا يا بابا. الاندومي ده احلى من الاندومي التاني. شكرا. اتفضل. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليك. طعمه ايه يا بابا؟ حلو؟ الله جميل. الله طعمه حلو قوي. تحفة. اه يا بابا. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم. استاذ محمد عامل ايه يا استاذ محمد؟ ابو هند حبيبي. غزولة عاملة يا غزولة؟ الحمد لله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتاكل اندومي؟ اه يا جدع ده انا سامع على النت يا جدع كلام وحش يا جدع. لا ده حاجه تانية، ده النودلز الكوري. انت بتتكلم بجد؟ بجد. ام امنيه تسلم ايديها بصراحه. تعالى اقعد جنبي، تعالى انا عازمك. تعالى تعالى انت وانت. تحفه. بقول لك تحفه. رايك يا هند بقى ناكله نودلز كوري؟ بابا مش انت قلت لي ما ينفعش تاكل اندومي يا بابا؟ يا حبيبي ده مش اندومي، ده الجديد. بجد يا بابا؟ بجد يا عم اكل. اه ده نودلز قوي. خليك مع الجديد استنى يا بابا. روحش للقديم بابا. انت خليك مع الجديد. طبق رمضاني. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا امنيه عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ام امنيه عامله ايه؟ ازيك يا ابو هند ربنا يخليك. بص بقى هات لنا اتنين بقى نودلز كوري نجربهم انا وهند. ايوه كده. خليك مع الجديد. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد. ايوه كده بقى هات لنا حاجات من اللي احنا بنحبوها دي. عينيا اتفضل اقعد وهجيبه لك على طول. تعالى هنا. تعالى تعالى هنا. ماشي اقعد جنبنا هنا. يلا يا امنيه. يلا ما شاء الله يا امنيه. يلا يا حبيبتي اتفضلي. شكرا يا امنيه. ده بقى الجديد بقى دوبه تحفه. بالك الاندومي ما اكلوش ابدا. هتدعي لي؟ اه اكل النودلز الكور. اندومي لا. خلي بالك الصبح قلت لها الاندومي وحش. اه بس النودلز حلو. الله الله حلو قوي يا بابا. تحفه. ايه رايك يا هند؟ جميل قوي يا بابا. الله على النودلز الكور الجديد. الله خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد. ازيك يا ام امنيه؟ اهلا. ازيك يا ام مها؟ الحمد لله. عايزه واحد اندومي. حاضر. هنوده بنتي من عينيا الاثنين. بس ده نودلز كوري الجديد مش اندومي. ده جميل قوي. ماما ايه يا ما؟ وانا كمان عايزه اندومي يا ماما. لا مش هجيب لك. ليه؟ هجيب لها هنوده بس. انت لا. هو حلو ليه وحش ليكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام مها عامله ايه؟ الحمد لله. يا عامله ايه؟ هو الكلام اللي انا سمعته ده بجد بقى معقول؟ النونو الصغيره هند العسوله ديت هتاكل اندومي ازاي يعني؟ يا استاذ احمد انا جايباه ليا. انا مش عايزه اكلها اندومي عشان ما بتاكلش اكل البيت خالص. مغلباني. اه بص بقى يا مها يا حبيبتي احنا لازم نسمع كلام ماما. انت عارفه دوت النودلز الكوري الجديد دوت معمول للاطفال اللي هي شبه هند العسوله ديت. لكن ايوه ما ينفعش تاكلي انت خالص. انت تاكلي الاكل بتاع ماما وتسمعي كلامها. لازم تسمعي كلامها. بس انا يا عم احمد بحبه وكل اصحابي بياكلوه. معلش اسمعي كلام ماما. عارفه لو سمعتي كلام ماما هتجيبهولك المره الجايه. حاضر بقى. انا مش غلطانه في حاجه اهو. ماشي يا ماما. باي باي يا هند. بكام واحد يا ماما؟ ب 10 جنيه. اعملهولك هنا؟ لا انا هعمله في البيت. طيب خلاص. ماشي اتفضلي. اتفضلي. شكرا. يلا يا مها مع السلامه. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع. نعم كل يوم عندك باذن الله. ام امنيه واحد النودلز كمان من عينيا الاثنين. امنيه تسلم ايد امك. شكلها تحلو يا امنيه. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد ما تروحش للقديم، خليك مع الجديد ما تروحش. اخوتي ازيك يا سوق؟ الحمد لله.
امي بعتاني انا واخويا مسمار ناكله من عندك النهار. من عينيا الاثنين يا سوق. عارفه يا خالتي ده مسمار طول النهار في البيت عمال يعيط لنا عايز اندومي عايز اندومي عايز. يا سوق ده مش اندومي ده نودلز كوري جميل قوي. نودلز اندومي اي حاجه بتتطحن انا بطحن اي حاجه. سوق انا عايز بروفيل القديم. هو ده لا هو ده بلوبيه. لا ده نودلز كوري. يا امي انت مش فاهمه ده الصامولة عنده مقويه. بصي انت لو جبت له اي حاجه وقلتي له ده بلوبيه هياكلها بجد. ايوه هم امنيه بالنسبه لهم اي حاجه مش مهمه. ماشي حاضر يا سوكا حاضر. هات اتنين بقى خالي. ماشي اتفضلي يا سوكا. اتفضلي يا سوكا جيبي بلو بيف. هات. ايه شكرا يا سوكا. خد بلو بيف. شكرا يا خالتي يا معلم. ده بلو بيف جميل قوي. ماي لاف ماي لاف ماي لاف. هيعجبك قوي بلو بيف ده. ماشي اقعد مش معاهم. اقعد يا سوكا. شفتي يا ماما الناس بيشتروا مننا ازاي يا ماما؟ انا مستغربه يا امنيه مع ان هو الاندومي. يا ماما اقول لك على حاجه. النودل زي الكوري ده عامل شبه ايه؟ ايه يا امنيه؟ شبه لما واحد ما يبيعش يقول نص التمن نص التمن الناس كلها تشتري منه. طب اقول لك على حاجه يا ماما. ايه يا امنيه؟ فاكره لما انا كنت عايزه هدوم قلت لي امنيه ايه رايك اوديك المحل اللي عامل خصومات جامده قوي؟ جبت لي هدوم كتير فاكره؟ فاكره. عشان فيه خصومات الناس بيحبوا حد مثلا يضحك عليهم يا ماما. ايوه يعني احنا لما قلنا النودلز الكوري الناس كل بقى غيرنا الاسم بس. أيوة. الناس بقت تحبه. ايوه الناس بيحبوا الاسم الجديد يا ماما. احنا كل يوم هنبيع نودلز كوري. بجد بجد بدل كل الناس حباه. ده ابو هند وابو غزل كلهم بيقولوا كل يوم نيجوا ناكل عندكم. يلا ماما خليك مع الجديد ما تروحش للقديم. خليك مع الجديد ما تروحش للقديم. ايه بس يا مسمار مفيش بلو بيف. لا لا بس قلب تحت كده هتلاقي بلو بيف تحت. لقيته؟ لا ما لقيتهوش. لا بس دور كويس. انت اكيد اكلته. بجد؟ ايوه. لسه بس انت هتحسي بيه في بقك بس. ايه ده؟ هتحسي بيه وانت بتاكل. ماشي شكرا. ماشي اتفضل. ايه ده؟ اقعد يا مسمار اقعد. ده بلو بيف وكل اللي انت عايزه في الطبق ده. كوبايه. كل كل واسكت. هو ده الجديد. ايه هو ده الجديد. ماما هو ده الجديد. عايز واحد اندومي. واحد اندومي ماشي. لا ازيك يا ام امنيه عامله ايه؟ اهلا ازي حضرتك الحمد لله. ازيك يا استاذ محمود. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ على فكره ده مش اندومي ده النودلز الكوري. والله طب ادي واحد لكلبص وواحد ليه. من عينيا الاثنين. حاضر ماشي. عمو عايز اقول لك حاجه. ايه يا حبيبتي؟ هو انت عايز تجيب لي كلبص ده واحد بس؟ والله حرام. يعني بذمتك ده هيكفيه واحد؟ ده عايز 10. لا دمك خفيف يا بت. ايه؟ دمك خفيف. ما انا مخففاه بميه قبل ما اجي. ده ايه ده؟ دمي. ايه ده؟ دمك خفيف زي امي. امك دمك خفيف؟ على فكره ما بياكلش غير واحده بس. عمو ايه يا حبيبي؟ ده مش عايز 10، ده عايز مصنع. مصنع؟ الشركه يا مسمار. عايز الشركه اللي بتصنع الاندومي. خد تعالى. أنا شفتك فين قبل كده؟ مش عارف. هو ده وشك ده حبيبي؟ أه يا عمو. ده وشك؟ لا إيه؟ وش أمي. وأنت اسمك إيه يا حبيبي؟ مسمار. إيه؟ مسمار. مسمار؟ ده اسمك؟ أيوه. لا والله. وأنت اسمك إيه يا حبيبتي؟ سوكا. وبتريقها عليا. ده اسمه إيه؟ كلبص. خلص. ماشي ماشي هجيب له 10 اللي انتوا عاوزينه. ماشي يا حبايبي ماشي. خليك ياكلني يا عم. ماشي يا حبيبتي اجي ياكلك. عاوز حاجه ثانيه؟ ماشي يكون احنا الاثنين. ماشي ماشي. هو اسمك مسمار؟ يلا مسمار. سوكا خلاص بقى ما تهزرش مع السكر. خلي البطون بتاعك مقطوع. دخلته؟ خد تعالى. دخلته؟ لا لا مقطوع. ايه ده؟ لا دخلته؟ امسك يا عمو. لا ثواني بس ثواني. ايه دخلته؟ ايه ده حبيبي؟ ايه القطع ده؟ ليه كده حبيبي؟ ده ايه بقى؟ هتلاقي ابنك خلاص اخده. لا ما خدوش. ده ايه ده حبيبي بجد؟ ايه ده؟ ده نو لايك. لا عندنا فاو. فالفار ارقد بطال مسمار. ماشي ماشي يا حبايبي ماشي. يلا اقعد يا حبيبي اقعد. تعالى يلا اقعد يا حبيبي ماشي. ماشي. عيال بيتعوش. اتفضل يا كلب. بكام الكل؟ كده الواحد ب10. ماشي الله يخليك. ربنا يخليك يا امنيه. ربنا يخليك يا كلب. بس بألف هنا وشفا يا حبيبي. ربنا يخليك. حاجه امنيه حبيبتي. عسل. سلام يا حبيبتي. يلا هو ده الجديد. هي هو ده الجديد.